مشاهدي جريدة عبير، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة سيدي سليمان. أثار فيديو جدل كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد السهرة ديال تميلة السهرة أو المنصة التي أقيمت في جنبات المسجد. معنا اليوم الداعية السي الوحيدي اللي غادي يقربنا حول هذا الموضوع، اللي الكل اللي يتكلم على هذا الموضوع ديال المنصة بجنبات المسجد. السي الوحيدي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كما كعرف الرأي العام واحد السهرة كانت تقام في تميلال واحد أكادير. نعم. منصة ديال السهرات اللي جات في جنبات ديال المسجد. ما هو شنو بالنسبة لكم أنتم كيفاش يبان لك هذه المسألة هذه؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخي حسن، شكر الله لكم ولمنبركم الموقر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم هذه يعني الخطوات وأن يجعلها في ميزان حسناتنا وحسناتكم جميعا. أولا أيها الكرام، فهذا إن دل فإنما يدل على تجرؤنا على جناب الله عز وجل. بل وتجرؤ بعضنا من السفهاء ومن الحمقى ومن المغفلين على جناب الله عز وجل. هكذا يعامل الله عز وجل؟ والله سبحانه وتعالى قال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فهذا يعني جرأة كبيرة على الله سبحانه وتعالى. بعد الجرأة أنهم تفسخوا من الحياء يعني إلى الغناء، كما قال مالك رحمه الله: إنما يفعله الفساق عندنا. الفساق اللي كانوا تفعلوه على عهد السلف وعلى عهد الناس يعني الصالحين قبلنا، كان الذي يفعل الغناء لا يعرف به إلا أهل الفجور وأهل الفسق. أما أهل الفضيلة، أما خيار الناس، فكانوا يعني يترفعون عن هذا. فهؤلاء يعني بعد هذا السفه وبعد هذا التفسخ من الحياء والدين تقربوا حتى المسجد، ويعني داروا المنصة يعني تحديا لربنا سبحانه وتعالى. وكأن هذه الأمة وكأن هذا الدين وكأن هذا المسجد لا يحميه أحد. أنا اللي نخشوا منه إلى ما تحركتش المؤسسات الرسمية، لأن هذا المسجد تحت لواء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. هذه الوزارة إن لم تحمي هذا المسجد الذي هو بيت الله، ليس بيت أحد، هو بيت الله. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. المساجد ديال الله سبحانه وتعالى هي بيوت الله. إلا ولينا تنجرؤوا على الله نخشاو أننا نربعوا يدينا كامل، حتى واحد فينا ما يهضر وينزل علينا عقاب كاملين. راه يوم أن تخلى الناس يعني تخلى الناس في الدفاع عن بيت الله الحرام، والكل تعرف القصة، أرسل الله الطير الأبابيل، ونزل الله عز وجل سورة في القرآن سماها سورة الفيل تتلى إلى يوم البعث والنشور. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. نخافوا حنا حتى حنا يمسنا هذا العذاب. فالإنسان على الأقل يتحرك في منابر إعلامية، الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، الناس ديال الأوقاف، المجلس العلمي الأعلى، المجالس العلمية يستنكروا الأمر، السلطات، المؤسسات الرسمية، أين أنتم؟ ألستم أنتم من أمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ ألستم أنتم من يعني تحفظون بيضة الإسلام؟ ألستم أنتم من يجب عليه أن يحمي هذا الدين؟ واش ما بقى واش ما تسألوش قدام الله سبحانه وتعالى؟ كل الناس بأغنيائهم يعني بأصحاب المناصب يعني العالية، بأصحاب الكراسي، ألا تسألون أمام الله عز وجل ماذا تقولون؟ أي مسؤول يعني كان قادر يتدخل ويوقف هذه المهزلة وهذه المصيبة سيسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى. ونحن كدعاة أو كمسلمين جميعا احنا معذورين. أصحاب السبت القصة ديالهم معروفة في القرآن الكريم، اعتدوا يوم السبت فناضوا واحد الناس، وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم، أي مهلكهم في الدنيا أو معذبهم يعني في الآخرة عذابا شديدا. شنو قالوا لهم؟ هادو ناضوا ناس وحدين بغاو يوعظوا اللي اعتدوا يوم السبت. ناس داروا معصيه، الله نهاهم يصيدوا، شنو يصيدوا؟ ناضوا وحدين غيتكلموا معاهم، قالوا لهم وحدين اخرين: علاش توعظوا قوم الله مهلكهم؟ اما يهلكهم في الدنيا او معذبهم عذابا شديدا، يعني في الاخره. شنو قالوا الناس الصالحين؟ الناس المصلحين، الناس الواعظين، الناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، شنو قالوا؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. إذا ما اتقوش الله وما حبسوش، على الأقل احنا نلقاو العذر قدام الله سبحانه وتعالى، نقولوا يا ربي بلغناهم ولم يسمعوا، بلغناهم ولم يمتثلوا، نهيناهم فلم يمتثلوا، فلم يتوقفوا، فلم ينتهوا، يا ربي معذرة، يعني لقينا العذر أمامك. فلهذا أيها الأحباب، راه حتى واحد فينا ما عنده العذر.
فالكل خصو يتحرك بقلم بهاتف بموقع بقناة بكل ما ما يعني ما نستطيع أن ندافع به عن هذا الدين العظيم، هذا الدين الذي من أجله مات أجدادنا، من أجله مات يعني الصحابة الكرام والتابعون وتابعوهم بإحسان. يعني تاريخ ديال الدين هذا يضرب عرض الحائط، فهذا ما ينبغي وما يكون لعاقل أن يرضى بهذا. في نظركم السي وحيدي، لماذا تم اختيار هذا المنصة بجنبات المسجد؟ كعرفوا أن السلطات المحلية بجميع تلاوينهم، هناك المندوبيات الأوقاف، هناك وزارة الأوقاف، هناك العمالة كذلك، الناس المشرفين على الدين، هذا بالضبط واش بغى يفسخوا الدين ولا هناك أمور أخرى ربما تقربنا حول هذا المعطيات؟ الناس بعدما يعني أمنوا مكر الله سبحانه وتعالى بينما داروا الفسق والفجور في المنصات في الشواطئ في المهرجانات في كل مكان، لم يكتفوا لأنهم بغوا يشوفوا العذاب بعينهم، ربما هذا هو اللي بغى يوصلوا للحد، كما فعل يعني نمرود بن كنعان لما قال نحن يعني فعلت كل شيء فأريد أن أقتل الرب الذي في السماء. فنعوذ بالله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردهم عن غيهم وأن يردهم إلى رشدهم وأن يهديهم وأن يتوب عليهم، هذا ما ينبغي أن يكون. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن لم تأخذوا أو عفوا إن لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر يوشك أن يأخذكم بعذاب من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. الإنسان يقدر يولي يبغي يدعي الله تعالى، حنا كنشوفوا الاستسقاء كنشوفوا الدعوات وكندعيو ولا يستجاب لنا، لعل هذا السكوت على الباطل، لعل هذا السكوت. تجد علماء، لماذا لم يخرج بيان رسمي من وزارة الأوقاف أو من المجلس العلمي الأعلى أو من أحد من كبار العلماء أو أحد من كبار الدعاة، لماذا لا يخرجون باستنكار رسمي؟ لماذا لا؟ لماذا لم يخرج أهل العلم والله تعالى أخذ عليهم الميثاق؟ وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، واش ما كاينش في الكتاب بأن الغناء حرام؟ ما كاينش في الكتاب أن الخمر حرام؟ ما كاينش في الكتاب يعني القرآن أن هذه الموسيقى وهذا الاختلاط وهذا المهرجانات بأنها تفسخ وابتعاد عن دين الله عز وجل؟ فيخاف الإنسان على رأسه، خصوصا الناس العلماء، أقول العلماء ومنهم خذ يعني من العلماء خذ منهم الخطباء والوعاظ يعني واهل الدعوه. شوف قال بعض اهل العلم قال لك المال الذي ياخذه العالم للسكوت يعني الحق هو اخبث من المال الذي تاخذه الزاني يعني الزنا وياخذه اكل الربا، لان هذا ياخذ يبيع الدنيا بالدنيا وهذا يبيع الاخره او يبيع الدين بالدنيا عياذا بالله. بالنسبه ما هي الخطوات اللي يمكن لتجنب مثل هذه التصرفات؟ بالنسبه لكم ما هي الخطوات اللي يمكن الدار باش السنوات المقبله ما يحاولش يديروا مثل هذه التصرفات؟ اولا كما قلت اخي حسن، اولا ينبغي ان يكون استنكار رسمي او غير رسمي، يكون استنكار من امتنا ومن وطننا ومن ابناء من بني جلدتنا من ابناء بلدنا يستنكروا هذا الامر. نحن مسلمون لا نرضى هذا، نحن مسلمون ولا نرضى هذا، ونحن امام الله سبحانه وتعالى نحاجهم. هم يعتدوا على حرمات ربنا وحرمات بيت ربنا سبحانه وتعالى، فنحن يعني نستنكر هذا ونأباه كل الإباء، وعلى كل مسلم مؤمن في قلبه ذرة إيمان أن يأبى ذلك. كيف أنت ترقص حتى وإن كان هذا الرقص مباحا؟ هب أن هذا الرقص حلال، هب أن هذا الرقص يعني من المباحات، هب أن هذا الرقص من الأمور التي لا حرج فيها، كيف أنت ترقص وإخوانك يقتلون في 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 أرض غزة؟ كيف أنت ترقص الآن وتشطح وتضحك وتمرح وتشرب الخمر وإخوان لك يمزقون أشلاء وأبناؤهم يموتون بين أيديهم ودماؤهم تسفك وأعراضهم تنتهك؟ على يد من؟ على يد أنجس أهل الأرض، على يد اليهود، على يد إخوان القرد والخنازير. كما ذكرت أن أصحاب السبت لما فعلوا هذه الفعلة التي فعلوا مسخ الله عز وجل كبارهم إلى خنازير وصغارهم إلى قردة، وهؤلاء أبناء القردة والخنازير هم الذين يدنسون إخواننا ونحن نضحك ونحن نلهو ونحن نلعب وكأننا قد وضعنا كلتا رجلينا في الجنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، نسأل الله تعالى أن لا يؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء والمبطلون منا. كعرفوا أن المغرب يزدخر بالمجال الثقافي أو التراث اللامادي، كيف يمكننا نوازنوا بين الثقافه او التراث اللامادي وهذا الشيء الان اللي واقع في هذه المهرجانات؟ كل تراث له علاقه او علاقه بديننا
ولا يمس بشرع ربنا ولا بسنة نبينا وليس فيه تفسخ من الدين، فهو من هويتنا وهو من ثقافتنا. أما إن كان التراث هو التفسخ، هو الانحلال، هو البعد عن الله عز وجل، عن قرآنه، عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فأنا هذا لا يمت لنا بصلة، وهذا لا نعترف به ولا نعرفه أبدا. أما التراث الذي يمثلنا ويمثل ديننا وفيه حياء، حتى في المباحات فيه حياء وفيه تستر، فيه له بين الأحباب وفيه كذا، فهذا نقبله إن شاء الله تعالى، ولا نقبل ما يطعن في ديننا ولا ما يضر يعني بحرماتنا ولا بأعراض المسلمين جميعا. ميرسيكم أخيرا، خاصة هذا الموقف اللي الآن ينطلع عليه واحد الدرجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. أنا الذي أقول يعني رسالة أولى للمسؤولين، فاتقوا الله سبحانه وتعالى، فأنتم مسؤولون بين يدي الله سبحانه وتعالى. والحسن البصري رضي الله عنه سئل، قيل يا إمام من أشد الناس صراخا يوم القيامة؟ قال رجل أتاه الله منصبا فاستعان به على ظلم العباد. هذه واحدة، وهذا من ظلم لرب العباد، للعباد ولرب العباد، مش تجيب انت منصة وتحطها على المسجد وتغني مع راسك وترقص ولا تبالي، فهذا ظلم لله ولعباده. ثم المسألة الثانية أقولها لأولئك المنظمين وأولئك الراقصين وأولئك المغنيين، يقول الحسن البصري أيضا، اسمع مزيان، يقول رحمه الله: من لم يتأدب مع الله فوق الأرض أدبه الله تحت الأرض. هنيئا لكم. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله. إذن مشاهدي الجزائر، من أمام مسجد أكدال بمدينة سيدي سليمان.